للمزيد عن هذه الخدمة ينضم إلينا من دبي خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني. سيد أيمن، أهلا بك معنا في أخبار العالم. سأبدأ معك سيد أيمن من حيث انتهى التقرير، إلى أي مدى هذه الخدمة الجديدة يمكن أن تلقى استحسان مستخدمي فيسبوك؟ هلا شانتال، إذا نشوف المردود المالي تبع فيسبوك، هني كل 3 أشهر بيطلعوا صافي أرباح 3 مليارات دولار، يعني بعد كل التكاليف وكل اللي عندهم إياها عندهم صافي الأرباح 3 مليارات. هذا المردود عم يجي من دعايات، عم يكون في دعايات كل يوم وكل لحظة. المردود هيدا بيتحسن كل ما الأشخاص مثلنا نحن بيقضوا وقت أطول على فيسبوك، وكل ما يكون في محتوى أكتر نحن عم نقدر نقعد وقت أكتر فيه على فيسبوك، وكمان نحن كل ما نحضر أو نقرأ أو نتابع محتوى معين فيسبوك بيعرف أكتر عن اهتماماتنا، فبيقدر كمان الدعايات بيكونوا بعد أحسن ومردودهم أكبر. يعني البحث عن المردود بفهم منك سيد أيمن إنه كل هذه التقنيات الحديثة التي تعلن عنها فيسبوك هي بهدف البحث عن مردود مادي. بالطبع، يعني هو المردود المادي هو الأساسي، وشركة مثل فيسبوك عم بيركزوا على المدى الطويل. يعني من 2 عملوا شغل مع الصحافة المكتوبة لحتى يكون في من هالصحافة موجود على فيسبوك حتى الأشخاص يقضوا وقت أطول بالفيسبوك. هلأ عم يحكوا هني فيه بالفيديو حيعملوا إنتاج خاص لألون، وكمان حيفتحوا المنصة أكتر لغير مؤسسات اللي عم تنتج هالمحتوى الفيديو ليكون موجود. ولما يعملوا المحتوى الخاص تبعولهم اللي عم بيعملوه هني عم بيفتحوا البواب أكتر لغير ناس، عم يفرجون كيف بيقدروا يستفيدوا من منصة فيسبوك ليقدروا يحطوا الانتاج الخاص تبعولهم. فلما هني بيحطوا الانتاج، يعني لما يبينجوا هني المحتوى، غير مؤسسات اللي بتنتج محتوى بتشوف كيف فيسبوك عم تنجح بالموضوع فبتقدر بتحط محتوى تاني، فهذا كمان بيساعد فيسبوك. ولما انت شو طالع عم تحضري محتوى معين مش محتوى تاني، فبيعرفوا انت هالمحتوى بيهمك أكتر، فالدعايات بتكون موصولة بهالطريقة أكتر. طب من خلال هذه التقنية سيد أيمن، تتحول فيسبوك من منصة تواصل اجتماعي إلى منصة إنتاج تلفزيوني. نتساءل هنا، فيسبوك تريد الهيمنة الكلية من خلال هذه التقنية الجديدة أم أنه تريد ضرب أحد أو أي منصة أخرى؟ هلأ إذا نحن بدنا نقارن فيسبوك بالتلفزيون مثل عم تسألي، فيسبوك بيقدر يوصل لعدد كتير كبير من الناس، يعني بأمريكا وبرات أمريكا، فيعني الوصول تبع فيسبوك كتير كبير. فلما بينحط محتوى معين فالوصول بيطلع كبير مثل ما بيكون في يعني مؤسسات تلفزيونية. وكما نلفت النظر هون انه التقنية موجودة عن فيسبوك صار لسنين، الفرق هلأ انه عم بتساعد بالمحتوى فيسبوك، وحتى المحتوى اللي حكوا فيه انه يمكن يعملوه المحتوى مدروس اكتر حسب الناس شو بتحضر على منصة فيسبوك. يعني فيسبوك عم عندها كل شيء محتوى فيديو موجود من غير ناس، فبتعرف العالم شو بتحضر وشو اهتماماتهم، فبيقدر كمان هالمعلومات تساعد بطريقة انتاج الفيديو. يعني عادة المؤسسات التقليدية شو بتعمل؟ بتنتج الفيديو وبتوزعه. هون الفرق، فيسبوك رح تدرس المحتوى قبل محتوى كل الفيسبوك وتقدر تخلق محتوى يلي بتتوقع الناس بتحبه. يعني فهي طريقة تانية كمان للمحتوى تبعه يتحسن ويوصل أكتر. سيد أيمن، فيسبوك تقول أنه الهدف أيضا من هذه التقنية جذب الشباب. يعني المعلومة شوي هيك مضحكة، عندما نفكر بفيسبوك نتحدث عن فيسبوك وعن ماسنجر وعن واتساب وأيضا عن إنستغرام، حتى لا أنسى إنستغرام، يعني 4 مليارات مستخدم تقريبا على هذه المنصات، أكثر من دول. طبعا أي شباب تريد؟ كل الشباب موجودة على هذه المنصات. فيسبوك عندها ناس من عمر 13 لفوق ال 65 سنة، وحتى في ناس تحت 13 سنة وفي ناس فوق ال 65 سنة عم يستعملوا المحتوى. وهن فيسبوك لما يقولوا كمان، يعني إذا هالموضوع تبع الشباب يكونوا موجودين، يعني قصدهم يكونوا موجودين أكتر، كل ما يقضوا وقت أكتر كل ما يكون في أحسن لهم. وكمان لما بتشوفي إنه التطبيقات على 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 الهواتف الأكتر شيء بتتنزل بالعالم هن فيسبوك وواتساب وإنستغرام ضمن غيرها، بس بالخمسة أكتر شيء في 3 منهم من عائلة فيسبوك. وهذا فيسبوك اليوم، يعني هني فيسبوك بعد 2 سنين عم بيكون في عالم تاني، عالم افتراضي تاني حيكونوا فيه. فطريقة المحتوى اللي نحكي فيه نحن هلأ الفيديو هلأ بعد 2 سنين حيتغير، لأنه حيكون عالم افتراضي، يعني حيكون في استهلاك المحتوى بطريقة كليا غير عن نحن هلأ كيف متوقع أن يكون أو تكون هذه المنصة بعد سنوات سيد أيمن، بما أنك ذكرت 2 سنين المقبلتين؟
يعني هلا اليوم مثلا انت شلون تلبس بس تحضري، انت عم تتفرجي على شاشه معينه عم تحضريها، بكره لقدام حتصير تحضري يعني يا بعدسات او بعوينات خصوصي، بتصير انت ضمن المحتوى الفيديو، بتصير بتطلعي حواليك بتشوفي كانك انت من ضمن الفيديو، انت بتنقي من اي جهه بدك تكوني، بتنقي انت مع اي شخص بهذا الفيلم او بهذا الفيديو بدك تلحقيه، فاصلا بتحكي مع اصحابك حيصيروا معك ومش معك، يعني انت موجود بمكان وهني موجودين مكان تاني، بس تكون بمطعم افتراضي عم تتحادثوا، فهذا كله حيتغير. هل متوقع أنه نستضيفك سيد أيمن في السنين المقبلة عبر فيسبوك وليس عبر التلفزيون؟ هلا الفرصة اللي عندهم إياها التلفزيون إنه يفهموا أكتر كيف فيسبوك عم تفتح المنصة، فيسبوك عم تعمل قصص لمصلحتها الخاصة بس كان عم تفتح لغير مؤسسات، فهون الشطارة إنه ينجمع الاثنين. شكرا على كل هذه المعلومات التقنية من خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني، وحدثنا من دبي.